السلام عليكم، اهلا بكم في الفيديو الجديد معكم تسبيح، ودي قناتي قناه للتعليم فنون الهنميد المختلفه. ايه رايكم في المج الجميله؟ تيجي نعمله مع بعض؟ طب تيجي نعرف ازاي هنخليه ينور في الضلمه. كل التفاصيل وكل الخطوات مع بعض في الفيديو، تابعوا معايا. بس قبل ما نبدا، يا ريت اللي مشتركش في القناه ينزل تحت يعمل سبسكرايب ويفعل الجرس، كمان ما تنسوش تعملوا لي لايك عشان تشجعوني اعمل لكم فيديوهات اكتر بكتير. دي الرسمه اللي احنا هنعملها، هي معموله على ورقه لان انا اوريدي عملت الديزاين ده قبل كده، وده كرتون اسمه مستر سكيلتون، او الشخصيه دي اسمها مستر سكيلتون. وده مج ملامين هشتغل عليه، وحبه صلصال بقى هنشتغل عليهم مع بعض. اللي عايز يعرف تفاصيل مج الملامين ممكن يدخل الفرن، ما يدخلش هنعمل فيه ايه، هحط لكم دلوقتي لينك الفيديو اتفرجوا عليها تعرفوا كل التفاصيل. خلاص تمام كده، انا جبت صلصال رمادي وهبدا ارسم عليه الشكل بتاعي. مهم جدا يا جماعه الورقه دي هتساعدنا جدا. تعملوا ديزاينات ازاي، تعرفوا شكل الشخصية ازاي، تقدروا تعملوا سيرش على جوجل، اكتبوا مثلا مستر سكيلتون كارتون وهتلاقوا اشكال كتير قوي، تقدروا تعملوا الديزاين اللي انتوا عاوزينه. زي ما انتوا شايفين انا مشيت على الورقة وبين اثرها كلها على الصلصال. هبدأ اقطع كل ده بالكتر عشان انقله على المج بتاعي. زي ما انتوا شايفين ان هي مش مدوره قوي، فانا هشدها واظبط الدوريه بتاعتي زي ما انا عايزه، واظبط المكان. انا دلوقتي بظبط انا هحطها فين، بس انا مش هحط اي لزق. اللي عايز يعرف تفاصيل اللزق بتاعت الشغل على الصلصال الحراري على المجات، هيطلع لكم دلوقتي لينك لفيديو مخصوص عن اللزق، وايه المواد اللزق، وايه اللزق الحلو، وايه اللزق الوحش، كل التفاصيل هتلاقوها في الفيديو ده. خلاص تمام كده، هنبدأ نظبط بس بالكتر الكيرفات دي علشان ندي احساس الشبكة بتاعت العنكبوت تبقى شكلها حلو. بعد كده هنجيب اداة زي الابرة، او ما عندكمش هاتوا خلة، هاتوا اي حاجة ليها بوز، ونبدأ نعمل التقسيمات بتاعت الشبكة بتاعت العنكبوت. طبعا في اجزاء من الحتت دي مش هتبان لان هيبقى عليها الشخصية، بس انا عن نفسي بحب ارسمها علشان ابقى عاملة الخطوط كلها متجهة اتجاه صح، ويبقى كلهم شكلهم معقول في الطبيعي يعني. خلاص بعد كده هنبدأ نشتغل بقى في الشكل بتاعنا اللي هو السكيلتون نفسه. هنجيب صلصال ابيض ونبدأ نرسم عليه، ونرسم عليه كل التفاصيل بتاعت الشكل. وتابعوا الفيديو.
خلاص انا بسي هبدا اجيب المدفع بتاع الصلصال الحراري، وهستخدم معاكم يعني خرمين، اصغر خرم خالص عشان اعمل منه الحبال الرفيعه جدا، وهستخدم كمان تاني درجه اللي هي اوسع درجه علشان اعمل الحبال الاتخن شويه. عادي جدا نستخدمه، سهل جدا. هنعجن الصلصال بس يبقى معجون حلو، وبعدين نعمله اسطوانه وندخله جوه ونبرم، ونكون حاطين طبعا الحلقه اللي احنا عاوزينها حسب الشكل بتاعها زي ما انتم شايفين اهو. لو حد سأل المدفع ده انا جايباه منين، انا كنت جايباه من مصر، كان في جروبات بتبيعه اونلاين فانا جبته من مصر الصراحه. هنغير دلوقتي القطعه ونحط القطعه التانية. طبعا المدفع ده موجود في اماكن كتير، حتى هنا في قطر تقريبا، ممكن يكون في ابن القيم انا مش متاكده، او في محلات كمان بتاع حاجات الحلويات هتلاقوا من المدفع دوت. دلوقتي اهو انا عملت حبل رفيع عشان ابدا اعمل منه تفاصيل الوش، تفاصيل اللي هو الجاكيت او الحاجه اللي هو لابسها دي، الخياطه اللي موجوده على البق، الحاجات دي كلها احنا محتاجين لازم حبال رفيعه، وكمان الحبال اللي موجوده في الشبكه، انما الاطار الخارجي هو اللي بالتخين زي ما احنا عملناه اهو. خلاص تمام، هسيبكم تاني مع الميوزك وتتفرجوا على الفيديو. دلوقتي زي ما انتم شايفين بستخدم القالب دوت، عايزه اعمل زي الخفافيش دي، عايزه اعملها احطها في الخلفيه. طبعا القالب ده جاهز، انا كنت جايباه من علي اكسبريس. خلاص تقدروا انتوا حتى ايه اللي ما عندوش القالب دوت تقدروا ترسموا رسمه، او تجيبوا، عارفين من اللوجو بتاع باتمان هتلاقوا فيه بيتعمل حاجات زي الخفاش دوت مبسطه، انتوا شوفوها على ورقه وابداوا بعد كده قطعوها على الصلصال وهتطلع الموضوع سهل جدا. خلاص هنبدا بقى بالحبل الرفيع، نظبط اللبس ونظبط الشبكه، وهسيبكم مره تانيه كمان مع الميوزك. انا دلوقتي هروح اعمل الاسم وارجع اكمل تاني. عندي مولدين هنا، بس انا قررت ان انا اعمل المولد الحجم الكبير زي ما انتوا شايفين. انا بعمل زي حبل تعبان واروح حاطه جوه المولد واضغط عليها حلو عشان تاخد الشكل، والزيادات هشيلها بالقطر، وبكده اكون انا طلعت كل الحروف. هبدا ارص الحروف على المج بتاعي. ملحوظه يا جماعه عشان تسهلوا عليكم عمليه اللزق، لما تلزقوا الحروف على المج، لما تحطوها حاولوا تضغطوا الحروف جنب بعض، يعني حاولوا تعملوا اي ربط بين الحروف وبعض عشان لما تستوي صح يطلعوا كلهم كتلة على بعض وتلزقوهم كلهم على بعض بدل ما تلزقوا حرف حرف. فالاحسن ان احنا نلزق الكتلة على بعض. فزي ما انتوا شايفين انا كل حرف ضغطت عليه جنب الحرف اللي جنبه علشان يجوا مع بعض. هنا انا فكرت احط الخفاش دوت على الحروف يعني يدي شكل احلى شوية. خلاص
خلاص هظبط الشبكة بتاعتي وهكملها، هسيبكم مع الميوزك تاني. دلوقتي هنعمل الشكل الموجود على الرقبة عن طريق الورقة اللي احنا عاملينها، ده هيسهل علينا جدا عشان نطلع نسب صح، عشان نطلع كل حاجة ماشية مع بعض. بعد ما بنشكل الشكل نقدر بعد كده لما نركبه على الشكل بتاعنا نظبطه اكتر ونطول ونقصر ونعمل كل اللي نفسنا فيه. هسيبكم تاني مع الميوزك. زي ما انتوا شايفين، بصوا هنا انا كشكشت ازاي القالب علشان عايزة اطلع الباد دوت او الخفاش دوت حجمه اصغر، فنقدر نلم القالب بتاعنا من العرض ومن الطول هيطلع معانا الشكل اصغر، فهيبقى شكله الطف شوية. انا كنت عايزة اغير بين الاحجام، وعلشان كمان اللي انا هحطهم على الاسم. دلوقتي هجيب اسيتون او ممكن تجيبوا كحول وبقطنة، وهبدأ انظف لو في اثار اي حاجة او كمان انعم، لان ساعات ممكن الجلافز يبقى فيه اي كشكشة او كده فتأثر معانا في الشغل، فعشان كده ممكن ننعم بيها. هجيب الوان سوفت باستل، ادي يعني حبة غمقانات شوية، غمق رمادي ده شوية، ودي غمقانات في حتت وحتت، لا يعني هو تأثير عشوائي مش مقصود منه حاجة يعني، بس انا حسيت ان الشكل دوت كده هيبقى احلى، فقررت ان انا اعمله كده. عايزين تعملوه بودان، عايزين تعملوه بالطريقة اللي انتوا عاوزينها، انا عملتها بالفرشة. كمان اللي ما عندوش الوان سوفت باستل تقدروا تستخدموا الوان اي شادو مثلا او الوان مايكا. دلوقتي هنبدأ نعمل التأثير بتاع الاضاءة، ان هو ينور في الضلمة، ودي اهم حاجة. انا يا جماعة جربت ان انا اعمل نور بالبودرة كده بس ما قداش مفعول معايا. المفعول جه معايا عن طريق ان انا جبت فيمو ليكويد، وزي ما انتوا شايفين مسحت على الجزئية اللي انا عاوزاها تنور، اديتها طبقة فيمو ليكويد، وطبعا قبل ما الطبقة دي تنشف هبدأ احط عليها الباودر. بالنسبة لو الناس سألوني انا جبت الباودر منين، انا جبت الباودر عن طريق واحدة بتبيع اساسا سلايم، لو انتوا عارفين السلايم، فبتبيع معاه مثلا جليتر، حاجات بتنور، مش عارفة ايه حاجات كده، فانا كانت بنتي بتشتري، فالصراحة لقيتها فرصة ان انا اجيب منها البودرة بتنور وان انا اجربها. طبعا هي موجودة في مصر عند الموانئين، يعني مش عارفة اسمها بقى بالظبط، بس هي موجودة في كذا مكان، ومليون في المية يكون بتتباع كمان على النت، بس انا ما جربتش. خلاص زي ما انتم شايفين كده انا جبت بالودانة دي علشان احط الباودر، هي بتاخد كتير الصراحة يا جماعة، يعني انا فضلت املى فيها علشان تنور حلو، فهي بتاخد باودر، لازم نحط باودر حبة محترمين ما نحطش مسحة. انا لما جربت الاول بس هبدأ اوزع الباودر بتاعي على كل الفيمو ليكويد اللي انا حطيته واقفل عليه خالص. خدوا بالكم ان هو بيحتاج كمية حلوة، مش مسحة خفيفة، لا كمية حلوة عشان تظهر. كمان هو الكلام ده كله قبل التسوية، بعد ما ندخله للتسوية وتفاصيل التسوية كلها تظهر لكم في لينك الفيديو اللي هيظهر فوق دلوقتي. بعد ما هندخله للتسوية ويطلع من بره هنحطه قدام اضاءة نيون او اضاءة قوية لمدة شوية علشان يشحن اضاءة بعد كده ينور في الضلمة. ايه رأيكم في المنظر بتاعنا؟
بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم. طبعا هو بعد ما بيطلع من التسويق احنا بنلزقه بمنتهى السهوله، وزي ما انتم شايفين اهو انا مصوراه في النور ومصوراه في الضلمه، وانبسطت جدا بالتجربه وحسيتها لايقه جدا كمان مع الكرتون ده، او ان هو بيخوف. يا رب يكون عجبكم. لسه مشتركش في القناه ينزل بسرعه جدا يشترك في القناه من سبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كمان استاهل بقى احسن لايك تعملوه لي، واكتبوا لي رايكم وقولوا لي ايه رايكم في الديزاين وايه رايكم في النور بتاعه. سلام عليكم.